القصف أقاومه وجقصفونه كنا بالدار بلا شيء يضربه ماتت مرة وأربع زلوم أول ما قصفونا قاعد ماتوا بلا شيء إحنا ثاني يوم ما كنا بالقبو بالملجأ بلا شيء يضربه يجينا ثالث يوم ما عاد أمننا على القرية كنت نايم أني ما حسيت إن القذيفة تمر ومش بس يضرب قذائف صواريخ كله